السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة هنعمل مع بعض مش وصفة واحدة، بل هنعمل مع بعض ثلاث وصفات، كل وصفة مختلفة عن التانية، بس هنعملهم على اساس ان انتي لو يعني لو المذاق مش عاجبك في وصفة معينة هتعملي التانية، لكن مكوناتنا هتبقى واحدة، لكن هقولك تحطي ايه على ايه. قبل ما نبدأ نعمل وصفتنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي ان شاء الله. الوصفة بتاعتنا الأولانية هي عبارة عن الروب أو الزبادي، زي ما احنا شايفين ده روب أو زبادي. ليكي خيارين بقى، يا إما تحطي بذرة كتان، دي بذرة كتان، يا إما تحطي معلقة من بذرة الكتان كده على الروب أو الزبادي وتاكليه، يا إما هتاكليه طبعا كل يوم، هتاكلي واحدة على غير الريق، يا اما برضو ليكي خيار تاني، ممكن تحطي معلقة من الكمون. الكمون جميل جدا جدا يا بنات للتخسيس، وهقولك فوائده بس بعد ما اخلص الوصفة. يا اما تحطي معلقة من الكمون على الروب برضو او الزبادي، ادي حاجة. طيب كده وصفتين، خش على الوصفة التالتة بقى. هتجيبي كوباية من المية بالشكل ده، وهتطحني معلقتين او معلقه من بذور الشيا، يعني معلقتين لو انت هتاخدي وجبه الصبح وجبه بالليل، كل كوبايه عليها معلقه واحده من بذور الشيا. هنطحنها، هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هتبقى بالشكل ده. هتاخدي معلقه من بذور الشيا كده وهتحطيها على الميه بتاعتك وهتقلبيها بالشكل ده، وهتاخديها برضو على غير الريق، يا اما بذور الشيا يا اما بذره الكتان، يعني يا دي يا دي، الاثنين بيعملوا نفس بيدوا نفس النتائج. وصفات سهله جدا جدا يا بنات زي ما احنا شايفين. يبقى الميه هتحطي عليها يا اما معلقه بذور شيا يا اما معلقه بذور كتان، ده بالنسبه لو انت هتشربي كوبايه على غير الريق. لو في ناس مش حابه تشرب مشروب، ممكن تجيب علبه زبادي او الروب، الزبادي ده او الروب، اي زبادي طبعا، بس انا بعرفكم يعني ان انا اقصد الزبادي، وهتحطي عليه معلقه من الكمون، بس معلقه صغننه، معلقه كمون صغننه، وهتقلبيه كويس جدا وهتاكليه برضو في بدايه كده قبل ما تنامي، وهتاكلي واحده اول ما تصحي من النوم. دي كانت وصفاتي النهارده للتخسيس يا بنات، وصفات جميله جدا هتخسسك والله فتره وجيزه جدا. حاولي تعملي الوصفه دي يا بنات، وهتعمل معاكي مفعول جميل جدا، بتخسس الكرش والارداف والجسم وبتدي نتائج هايله جدا. دي كانت وصفاتي النهارده، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، واكتبولي اقتراحاتكم والوصفات اللي تحبوا تشوفوها على قناتي بإذن الله. وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي.